بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، زي ما وعدتكم قلت لكم هجمع لكم بعض الملاحظات كلها في شوية ورق. أنا عملت الورق بي دي إف هحله معاكم أهو، هشرح فيه الملاحظات دهيت. هنزل الوصف في الوصف بتاع الفيديو اللينك بتاع الورق ده، هو بي دي اف لو حبيت تصوره او تطبعه او تخليه تحتفظ بيه وتذاكره وتسمع الفيديو وتكتب الملاحظات بتاعتك كويس جدا. ان شاء الله تستفيد جدا النهارده من الفيديو بتاع النهارده، لانه شامل شويه ملاحظات كويسه جدا بنغلط فيها كلنا نتعلم منها. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة واحد بدأ لي بأول تكة عندنا الكلمات التي تنتهي بالمقطع تي اي و ان و اس اي و ان مؤنث. في المؤنث بقى ممكن تحط له أداة نكرة، أداة معرفة، حرف جر إلى ما لا نهاية. نقرأ الجملة الأولانية، جي فو لير، أنا أريد الذهاب استاسيون إلى محطة المترو، عايز إلى بتاعت مؤنث يبقى أخد ألا. الجملة اللي تحتها، لردود ستاير انها ديكوراسيون، عايز اداه نكره اكيد، ديكوراسيون مؤنث اخد ان. ادي جملتين في ملحوظه جمعت فيها شويه المذكر المؤنث باسلوب فكاهي شويه او ظريف. قال لك المذكر الصغير والمؤنث الكبير، الغابه مؤنث، الاشجار اللي فيها مذكر غابه فوريت، اشجار اربر، يبقى الغابة مؤنث والأشجار مذكر. الجملة اللي بعدها، الريف كومباني، الكومباني فيه ده أصلا مؤنث بس الحقول اللي جوه الريف مذكر شامب. مزرعة فير، طالما المزرعة مؤنث يبقى الحيوانات أنيمو مذكر. سمان اسبوع، يبقى كل الايام اي يوم في الاسبوع يبقى مذكر، سبت حد خميس اي يوم. السنة اني، كل الشهور اي شهر في شهور السنة مذكر. موسم او فصل لك سيزون، انما كل الفصول زي مثلا الصيف، الصيف الربيع الخريف الشتاء، مثلا الصيف هيبقى مذكر، الربيع هيبقى مذكر، الخريف هيبقى مذكر، الشتاء هيبقى مذكر. اللي بعدها كلمة كولير لون، وكل الامام مذكر، اي لون مذكر، اسود احمر ابيض مثلا ناخده اسود يبقى مذكر. البحر اللي هو مير، اما السمك فهو بوسو. ركز بقى معايا بتقول تاني، دول يحلوا لك كمية كبيرة جدا. الغابة مؤنث، الأشجار مذكر، الريف مؤنث، الحقول مذكر، المزرعة اللي جواها، أسبوع كل الأيام، السنة كل الشهور، الفصل كل الفصول، لون كل الألوان، بحر السمك. جايب شوية تمارين عليها، بيقول لك ستين أربر إنها شجرة فواكه، شجرة مذكر ولا لأ؟ هي شجرة ولا إيه؟ قال لك الشجرة، مذكر يبقى خد آن. جيم، انا احب روج الاحمر، كل الالوان مذكر، اخد لو. جيم لا كولير، انا احب اللون، اللون مؤنث، كلمة كولير مؤنث يبقى اخد لا. انا اذهب الى الغابة، الغابة الغابة ينظمها، قالك الغابة مؤنث يبقى اخد الا. انا اذهب الى الريف، كمبان الريف، الريف ماله، الريف مؤنث يبقى اخد الا. انا احب الربيع، الربيع من فصول السنة مذكر يبقى اخد له. انا رأيت البحر، البحر مؤنث عشان جواه سمك يبقى خدنا لا. اي كلمة تنتهي بكلمة اج مذكر ما عدا اماج صورة، باج صفحة، بلاج شاطئ، كاج قفص، دي كلمات مؤنث.
شوية تمارين عليها. جبرين ده انا اخذ الصورة، الصورة مؤنث يبقى خدنا كلمة ست. جبرين ده انا اخذ اماج، اماج برضو بتنتهي باج بس كلمة مؤنث يبقى اخد كلمة ست. جادور انا اعشق لو فرماج، الجبنة الجبنة بتنتهي باج بس مش من الاربع كلمات اللي احنا قلناهم تبقى مذكر يبقى ناخده كلمة لو. عندي ملحوظة كاتب لك دي او زائد صفة جمع زائد اسم جمع. جي فيزيت انا ازور المدن الجميلة، ادي كلمة جميلة جت الاول، دي صفة ولا ايه؟ قال لك صفة يبقى قبلها دو، اوعى تنخدع وتاخد دي. جي ريجارد انا اشاهد افلام جميلة، نفس القصة الصفة جت الاول يبقى اخد دو. ركز في الملحوظات، تعال نشوف الملحوظة رقم 5. الكلمات التي تنتهي بالمقطع ام او ان تي مذكر ما عدا كلمة جمو فرصة. لغتو جاتو سي اي انيمو انه عنصر، كلمة عنصر بتنتهي بالمقطع ام او ان تي تبقى مذكر باخد ان. جيم لو جمو انا احب الفرصة يبقى اخد لا، عشان احنا قلنا الفرصة مؤنث. اي كلمة تنتهي بالمقطع او مؤنث ما عدا موزي متحف، لوسي مدرسة ثانوي، سكارا بي خنفساء. الثلاثة دول مذكر. هات اللي جاي. جو فيزيت انا زرت المتحف، زرت متحف، المتحف مذكر يبقى اخد ا. انا اذهب الى المدرسة الثانوي، المدرسة الثانوي مذكر يبقى اخد او. سواري السهرة بتنتهي بالاتنين او، بس السهرة مش من ضمن الثلاث كلمات تبقى السهرة مؤنث يبقى اخد لا. لما تنين الصباح برضو مش من ضمن الكلمات دي بتاخد لا. هناك اربع ادوات مدرسية مؤنثة والباقي مذكر. اما كنا بناخده في الادوات المدرسية كنت بتقابلك قلم، براية، استيكة، ورقة الى ما لا نهاية. جمعت لك الاربعة اللي فيهم المؤنثين، قال لك جم يعني استيكة او محاة، رجل مسطرة، تروس مقلمة، فلو ورقة. الأربعة دول مؤنث الباقي مذكر. تعال نحل مع بعض. ستين طول كريون نهى براية، براية موجودة في دول لا تبقى مذكر يبقى اخد ان. جيان عندي تروس مقلمة، مقلمة موجودة اه يبقى اخد ان مؤنث. انا عندي قلم، قلم موجود فيهم لا يبقى ياخد مذكر يبقى ياخد ان. جمله رقم 4 بيقول لك انا اشتريت كراسه، الكراسه مذكر اه اخد ان. هو عنده ممحاه واستيكه، استيكه مؤنث يبقى ناخده ان. كاتب لك معرفه زائد اسم زائد دو زائد اسم، ايه دول بتوع ايه؟ قال لك لو ليفر دو علي، احط لو ولا ان؟ قال لك هنا معرفه وهذه اسم وهذه دو وهذه اسم يبقى اخد لو. لو ليفر ايه اه علي، فصل فاصل اهو، لو ليفر ايه اه علي، اخد يا اما لو يا اما ان، تنفع لو وتنفع سو يبقى سو ليفر ايه اه علي، هذا الكتاب يكون الى علي. بيكو يعني كثير، بو يعني قليل، السي نوعا او الى حد ما، بلين مليء، تروب كثير، كومبيان كم، ان جرون نمبر عدد كبير زائد الكميات. دول كلك بيجي بعدهم يا اما دي او يا دي ابوستروف زائد اسم جمع. تاني بيكو امبو السي بلون تروب كومبيان دو ان جرون نمبر عدد كبير من، كل دول بيجوا وراهم دي او او دي ابوستروف زائد اسم جمع. تعال نحل مع بعض. انا اشتريت كثير من الروايات، كثير من الروايات يبقى اخد دو. يا مسيو ده الروايات جمع، احنا قلنا ملحوظ كومبيان بيجوا وراها يا اما دي او يا دي ابوستروف يبقى اخد دو. السماء تكون مليئه ب، اخد دو. لاحظ اذا كانت بكو وبو معناهم مفيش وراهم دو يبقى معناهم كثيرا قليلا. يعني ايه؟ اما واحد بيقول لك جي ام انا احب كثيرا بيكو،
لو فرنسي، أحب كثيرا الفرنسا، وخدت ثلاث معرفة وراها، لأن هي معناها هنا مش معناها كثير من، دي معناها إيه؟ كثيرا. أنا كاتب حتى بالعربي معناهم كثيرا وقليلا، يمكن أن يأتي بعدهم، لا يمكن أن يأتي بعدهم دي أو دي أبوستروف. لو معناهم قليل وكثير يبقى شلنا دول وحطينا بدلهم أدوات تانية. جبت نفس المثال اللي لسه كاتبه، بيقول لك جيم انا احب كثيرا الفرنساوي، اخد له. انا اكل كثيرا، اخد بكو. هو يعشق كثيرا العربي، اخد الا بصرف. يبقى بكو وبو لو مش معناهم كثير من قليل من، تقدر تحط وراهم اي حاجه. من ضمن الملحوظات اللي عندنا، انا كنت دايما بكتب لك في الشرح وانا بحل سي اي زائد صفه جامع دائما، سي اي ياتي بعدها صفه مفرد مذكر دائما. اكتب تاني، يبقى السي اي بياتي بعدها صفه مفرد مذكر، اكتب له كلمه مفرد مذكر دائما. لا روب الفستان ده مؤنث، لو قلت لك سي اي انه بو ولا بل؟ قال لك بو، عشان السي اي اتحكمت في الجمله. منى انها كبير ولا كبيرة؟ قال لك كبير، جرو. لاحظ ان السي اي ياتي بعدها اسم مذكر او مؤنث. انا قلت هنا ايه؟ انا كنت بتكلم هنا عن الصفات، انما هنا بتكلم عن الاسماء. يبقى منى انها بنت، ادي واحده مؤنث. التنس انها سبور رياضه، ادي واحده مذكر. خلي بالك الني والباء يتم وضع دي او او دي ابوستروف ما عدا فعل اتر. يبقى انا عندي اتر بياخد ايه؟ قال لك بياخد ان او ان او دي. يبقى في النفس من اما يقابلك ان او ان او دي او دو او دولا او دي او الا ابوستروف، يتحولوا كلهم لدي او او دي ابوستروف ما عدا فعل اتر، بياخد الثلاثه دول، واحده منهم طبعا. ايه كمان ما بتطبقش عليه النفي؟ قال لك فعل عمي يعني يحب، ادوري يعني يعشق، ديتوستي يعني يكره، بريفير يفضل، بيجي وراها ادوات معرفه في النفي وفي الاثبات، ياتي بعدها ادوات معرفه او اشاره في النفي وفي الايه؟ في الاثبات. ركز معايا كده، في حته كمان ما بيطبقش عليها النفي. قال لك عندك بادو تو اطلاقا او على الاطلاق لا تتاثر بالنفي. تعال نحل سوا. اللي ايه بقى؟ هو ليس عنده كتاب فرنساوي، اخد دو عشان نفي. هو ليس عنده كتاب فرنساوي، متكرر تاني معلش اسف، اخد دو. اللي ايه بقى؟ هو لا يحب لو ليفر دو فرنسي، كتاب الفرنساوي. هنا فعل يحب، لا نطبق معاه بقى النفي، اخد اداه معرفه. جينو ريجارد با دو تو، ادي با ودي تو اللي احنا لسه كاتبينها في ملحوظه، يبقى اخد دو. با دي تو معناها اطلاقا او على الاطلاق لا تتاثر بالنفي. في صفحه 5 بديل بالدو، دو لا دي لا بصرف، والدي واحده كمان من ضمن الملحوظات اللي عندنا. لا تتغير في النفي اذا جاء بعدها مكان او شخص او آلة موسيقية مع فعل جويه. ادي تلات حاجات، مكان او شخص او آلة موسيقية مع فيرب جويه. تعال نحل سوا. جوني مانجي بقى، انا لا اكل فواكه، اخد دي او. جوني بابا، انا لا اشرب كافيه، اخد دي او. جوني ريتورن بقى، انا لا اعود من الكافيه، اخد دو. الله، ده المكان ما تأثرش بالنفي، إنما لما كان مشروب اتأثر، لما كان فاكهة اتأثر، إنما المكان لأ. زي الجملة اللي جاية، أنا لا أتكلم عن المدرس، أخد دو. ليه يا عم؟ عشان شخص، الأشخاص لا تتأثر بالنفي. ركز بقى في اللي جاي. الدولة المؤنث تأخذ دي أو أو دي أبوستروف. طب هي إيه الدولة المؤنث؟ هي التي، لا، التي تنتهي بحرف او. الدولة المذكر بتاخد دي ابوستروف ودو وأو، هي التي لا تنتهي
بو. الدول الجم بتاخد او بتاخد دو. الكرات بتاخد ان وبتاخد دو. الجزر بتاخد ا وبتاخد دو وبتاخد دو. خلي بالك المدن زي الجزر ثلاث حروف جر. القاهرة والفيوم وسينا بتاخد او في النفي والاثبات. جينيرو تورن بقى انا لاعود من القاهرة اخد دو. ادي القاهرة والفيوم وسينا بتاخد دو. جيري تورن انا اعود من القاهرة سواء كانت نفي سواء كانت اثبات اخد دو. متأثرتش. هم يسكنون في الولايات المتحدة اخد او عشان الولايات المتحدة دولة جمع. النيفيا النيبا هم لا يأتون من الولايات المتحدة منها يبقى اخد دي. يبقى لو كانت الى اخد او لو كانت من اخد دو. جينيري تورن بقى انا لا اعود من النادي. النادي مذكر اخد دو. لا يتأثر بالنفي المكان. انا لا اتكلم عن المدرسة اخد دو. جينيمونج بقى انا لا اكل الليمون جم اخد دي. جيت احط الدي لقيت الكلمة مبدوءة بحرف متحرك احط دي ابو صرف لان ده هي لا مكان ولا شخص ولا آلة موسيقية مع غير مجوير. يبقى عشان كده احط يا اما دي او يا اما دي ابو صرف. صفحة ستة بيقول لك فيرب يكوتي يسمع مع الموسيقى ياخذ دولا عشان ما تلخبطش. اما اقول لك جي كنت انا اسمع موسيقى انا حاطط وانا مغمض دولا لان انت واخدتها في ملحوظ. دي او او دي ابو صرف او اه بيجوا وراهم صفات ملكيه اشاره اسم شخص اسم مدينه ساعات وبيجي معاهم نكره وبيجي معاهم معرفه. لوليفر الكتاب بتاع عم يبقى خد دو. انا اتكلم عن هذه البنت ادي اشاره اخد دو. انا اعود من طنطا مدينه اخد دو. انا اتكلم عن سامي نفس القصة اخد دو. انا اذاكر من الساعة 8 من الى الساعة 9 يبقى اخد اه. يبقى الساعات بتاخد دو بتاخد اه. كتبت تاني كتبت لك المدن والجزر بتاخد دو او دي ابو صرف او اه. القاهرة والفيوم وسينا بتاخد او او دو. الدول المؤنثة هي اي دولة تنتهي بو وكرر تاني معلش بتاخذ دي او او دي ابو صرف. الدول الجمع التي لا تنتهي بو تاخذ دي او دي او او او. هناك دول مذكره مبدوءه بحرف متحرك زي العراق زي ايران اخذ دي ابو صرف وان. هناك دول مذكره تنتهي بو زي تعال نشوف في الصفحه اللي وراها زي موزمبيق المكسيك كمبوديا زيمبابوي بتاخذ يا اما دي او يا اما او. الدول الجمع زي الولايات المتحده الامريكيه الامارات هولندا. هولندا مش جمع لا ده هولندا اللي اسمها بايبا الاراضي المنخفضه ومعاها دوله الفلبين كمان. دول دول جمع يبقى بياخدوا او وبياخدوا دي. القارات عشان كلها مبدوءه بحرف متحرك تاخد اون او تاخد دي ابو صرف. تعال نحل شويه التمارين ده هم مع بعض. جي فواياجي انا اسافر الى باريس باريس مدينه تاخد اه. انا اعمل في القاهره القاهره مدينه تاخد او. غير دول لان القاهره والفيوم وسينا غير بقيه المدن. انا اسافر الى الولايات المتحده دوله جمع باخد او. هو يذهب الى ايران ايران دوله مذكر. جيت احط الاو قال لك لا ده الدول المذكر المبدوءه بحرف متحرك تاخد ان. الفا هو يذهب الى السودان. السودان دولة مذكر مش مبدوعة بحرف متحرك يبقى تاخد او. الترافاي هو يعمل في فرنسا فرنسا دولة مؤنث تاخد ان. ملحوظة لابد من تعريف الدول والقاهرة اذا كان الفعل لا يأخذ حرف جر او اذا كانت الدولة والقاهرة فاعل بدأ الجملة. يعني ايه اما اقول لك مصر تكون جميلة ما ينفعش اسيب مصر سادة كده لابد ان انا اعرفها احط لها اداه معرفه اللي هي الا ابو صرف. انا احب فرنسا دوله لابد من تعريفها احط لا عشان فرنسا دوله مؤنث.
جيم انا احب القاهرة، القاهرة لابد من تعريفها يبقى اخد لو. جيم طنطا، انا احب طنطا. انا حاطط لك نقط هنا ليه؟ عشان اقول لك ان طنطا مدن لا تسبق بمعرفة. امال ايه اللي بتسبق بمعرفة؟ القاهرة والدول بس. طنطا تكون ان جراند في، مدينة كبيرة. بدأت بطنطا من غير أداة، ما اقدرش احط لها أداة. جبت نفس المثال، طنطا تكون مدينة كبيرة، القاهرة تكون مدينة كبيرة. القاهرة لابد من ايه؟ من تعريف، فيبقى خد له. الانفوار هو يحب ان يرى السودان، السودان دولة مذكر، اخد له. صفحة 8 بديل بكلمة جو فيديو، العاب فيديو. العاب فيديو انا كاتب جنبها تسبق باداه لو، لو مع الافعال اللي ما تاخدش حرف جر، والافعال اللي بتاخد حرف جر تاخد ادو او او. جيم انا احب اخد العاب الفيديو ما تاخدش هنا حرف جر، لان فيرب ايم لا ياخد حرف جر، يبقى اخد لي. جيجو انا العب العاب فيديو، هنا جاب لك الدي، طالما جاب لك الدي اخد قبلها اه. طب لو ما جابش الا ولا الدي هتن واخد او في الجمله الثالثه. جيجو انا العب العاب فيديو، يبقى اخد او. كلمة اوبينيو وكلمة افي الاتنين معناهم رأي، بس كلمة اوبينيو مؤنث وكلمة افي مذكر، دي الملحوظة رقم 18. خليك معايا، عايز اختار انا واحدة في التلاتة، كل ولا كل ولا كل، مع الجملتين اللي جايين. تون اوبينيو رأيك على المباراة، واد رأيك على المباراة، بس كلمة اوبينيو هاخد فيها كل بتاعت المؤنث، كلمة افي هاخد فيها كل بتاعت المذكر. ما يكون رأيك حول المباراة؟ كل فصول السنة مذكر. تأخذ أن ما عدا الربيع يأخذ أو، ركز في الملحوظة دي كويس، إن كل فصول السنة مذكر ما عدا الربيع بياخد أو. كل فصول السنة تاخد إلا أبوصرف ما عدا الربيع بياخد إلا أو. كل فصول السنة تأخذ سي أو تي ما عدا الربيع بياخد سي أو. تعال نشوف، أنا أسافر في الصيف إلى الإسكندرية، عايز حرف جر آخد أن. بيقول لك الصيف يكون بالسيزون، الصيف يكون موسم مفضل، اخد الا ابصرف لان انا عايز اداه معرفه. الشتاء الفيفر ود، يبقى في الشتاء في، يبقى اخد اون. خلي بالك من الملحوظه دي عشان ساعات بتجيلنا في القطع، عايز لك بيقول لك الرئيس مثلا زار فرنسا يوم 25/8، يا ترى شهر ايه؟ شهر 8، يا ترى فصل ايه؟ لازم اكون عارف بدايه الفصول ونهايتها. قال لك فصل الربيع بيبدأ من 21/3 ينتهي 21/6. فصل الصيف بيبدأ من 22/6 بينتهي 23/9. فصل الخريف بيبدأ من 24/9 وينتهي 22/12. أما فصل الشتاء اعكس، أنا هبدل ده مكان ده بس غلطة صغيرة. فصل الشتاء بيبدأ من 23/12 إلى 20/3. يبقى احنا بدلنا بس الخريف مكان الشتاء، لغلطة في الطباعة مش من عند والله. ما أقول لك نحن نكون 21/8 شهر 8، تعال ندور على شهر 8، شهر 8 موجود من فصل من شهر 6 لشهر 9، شهر 8 في النص، يبقى فصل الصيف. نحن نكون أون التي في الصيف. أركز فيهم كويس، أبدل التبديلة ديت وخلاص. في صفحة 9 تكملة الأسئلة اللي عليها بيقول لك أنا زرت القاهرة 18/12. طالما 18/12 يبقى لسه ما دخلناش في الشتاء، لأن الشتاء بيبدأ 23، يبقى الفصل اللي قبله، يبقى أنا زرته أون أوتمان في الخريف. علي يسافر يوم 3/2، 3 في شهر 2 أكيد في الشتاء، لأن الشتاء بياخد شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 منهم، يبقى هو يسافر أون إيفير في الشتاء. تعال نشوف الملحوظة رقم 20. كلمة بغصوم مؤنث وكلمة بغصناج مذكر، خلي بالك دايما تيجي في الاختيارات. يقول لك هذا الرجل يكون ان بيرسون، شخص، يا ترى دو ولا دوس؟ خلي بالك اللي قبل النقط كلمة بغصون شخص مؤنث، يبقى اخد كلمة دوس الأخرانية. علي يكون بافارد، علي يكون امبرسون شخصية، أو علي عنده شخصية يكون من شخصية بافارد، أنا بافارد فيهم، قال لك بافارد اللي هي الأخرانية. منى تكون شخص، خلي بالك جبت لك مؤنث في الأول عشان لخبطك، وجبت كلمة بيرسوناج شخص مذكر، يبقى خد كلمة بافارد
الأولى. ركز في الملحوظة 21 كويس جدا عشان بتيجي تتكرر عندنا كتير جدا جدا جدا. أنا عندي فيرب أفوار بياخد وراه شوية حاجات. حتى لو أنا ترجمتهم بالعربي يكون خائف، بس هي بتاخد فيرب أفوار. أدي خائف، أفوار بور، أفوار شو حران، أفوار فروا بردان، أفوار فيم جوعان، أفوار صواف عطشان، أفوار بزوان دو يعني يحتاج إلى، أفوار انفايدو يعني يرغب فيه، أفوار تور مخطئ، أفوار ريزون محق، أفوار دو لا شانس محظوظ، أفوار مال عنده ألم فيه، أفوار مال شانس لديه سوء حظ، أفوار دو مال يجد صعوبة فيه. دول استخدامات كلمة أفوار مع شوية ده هم كلهم، أفوار بور، أفوار شو، أفوار فروا، أفوار فيم، أفوار سواف، أفوار بزوان دو، أفوار انفايدو، أفوار تور، أفوار ريزون، أفوار دو لا شانس، أفوار مال أفوار مال شانس، أفوار دو مال شوف التمرينين دول كده على كلمة فروا بردان وكلمة فروا بردان، هل هي اتغيرت مع المؤنث؟ ما بتتغيرش، يبقى ركز، لأن كلمة فروا لا تتغير مع المذكر زي المؤنث، يبقى جي فروا فيرب أفوار وأنا مغمض، أنا بردان، هي بردانة، يبقى إيه الأ فروا؟ يبقى خدنا الأخرانية، ما ناخدش فيرب قتل، ما أقولش هي تكون بردانة. خلي بالك كلمة شو وفروا وصواف وفيم لا يتغير في الجمع والمذكر والمجمع والمؤنث، كله زي ما هو، يعني الأربعة ده هم يمشوا مذكر ويمشوا مؤنث يمشوا جمع ويمشوا مفرد. كاتب لك مثال، مزامي أصدقائي يكونوا حرانين، أخد شو الأولاني؟ مزامي صديقاتي جعانين، أخد فيم الأولاني، لان انا قلت ان هو متغيرش. اوعى تاخد بتاعه المؤنث معاها، اوعى تاخد بتاعه جمع المذكر معاها، خلي بالك. لاحظ انا عندي افوار بور، انا هكتب لك المثال، هم مكتوب امثله، افوار بور احنا خدنا افوار بور خايف، لو لقيت فير بور يخوف يخيف، سيت انيمال هذا الحيوان يخيفني، احط افوار بور؟ قال لك لا، احط فير بور يخيفني، الإجزمان يخيفنا، الامتحان يخيفنا، حط فير يخيف مش يخوف، مش يخاف. يبقى انا خلي بالك من دي عشان الجمل دي بنسرح معاها وناخد فيرب افوار، وهي المفروض فيرب فير، وانا كاتب لك فوق اهو فيرب فير والترجمه بتاعته. ملحوظه 22، في بعض الكلمات تمشي مذكر وتمشي مؤنث، زي كلمه إليف تلميذ وتلميذه، ميديسان طبيب وطبيبه، بومبير رجل إطفاء وسيدة إطفاء، انفون طفل وطفلة. تاخد المثال الأولاني، تلميذ يكون كبير، قالك لا ده كبيرة، يبقى دي كانت تلميذة، أقول له ست هذه التلميذة تكون كبيرة، يكون كبير، يبقى كلمة إليف كانت عايدة على مذكر، لأن الصفة خلتنا نعرف إنها عايدة على مذكر، يبقى أخد سي أو تي، وتلميذ ما اتغيرتش. هي تريد أن تكون، هي تريد أن تكون مدرس ولا مغني ولا طبيب؟ قال لك طبيب وطبيبة في نفس الوقت. عمتي تكون سيدة إطفاء ولا مغنية ولا مغني ولا محامي؟ قال لك خلي بالك ده سيدة إطفاء تمشي مذكر وتمشي مؤنث. هذا الطفل يشرب اللبن، مش عارف إذا كانت مذكر ومؤنث، بص على الاختيارات، أدي مفرد مذكر وأدي مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك، وأدي جمع باخد مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك. جاب لك نفس المثال بس غير لك ترتيب الاختيارات وجاب لك مؤنث، هذه الطفلة تشرب ليه لبن؟ يبقى هذه. ركز في الكلمة اللي جاية، ان فيرب قتل ممكن يسبق ب سي ويبقى شكلها سي ايه، دايما تقول لك سي ابوصرف مع مين في الافعال؟ قال لك مع فيرب قتل. طب سو مع مين في الافعال؟ قال لك مع سو. ركز في دي كويس جدا. صفحة 11 جايب لك مثال، مثلا يكون ان جران في بنت كبيرة، ادي فيرب قتل، لو انا اخدت فواسي بيجي بعدها
اسم. لو خدت فوالا بيجي بعدها اسم، وده فعلين بدون اتلغوا. هو يكون بنت كبيره ما تنفعش، ما فيش قدامي غير سي في الملحوظه اللي احنا قلناها. صوم، ادي فوالا ما بيجيش وراها فعل، ادي ال دي صديقاتي ما ينفعش جمع مذكر يبقى ناخده سوسو. كتبت لك كلمه فواسي وكلمه فوالا ياتي بعدهم اسم جمع او مفرد وليس فعل. مون اونكل اقول له فواسي او فوالا، ميز امي اقول لهم فواسي او فوالا، الاثنين صح. كنا خدنا صفات الملكيه مون مامي تون تاتي سون ساسي نوتر نوتر نو فوتر فوتر فو لير لير لير. واذا جاءت كلمه مؤنث مبدوءه بحرف متحرك تعامل معامله المفرد المذكر. جي في زتي، انا اعذر صديق هحط من، انا اعذر صديقه احط من. يا مسيو ده صديقه مؤنث، ما هي ما ينفعش احط لها ما لانها مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك تعامل معامله المفرد المذكر. مدرستي تكون بعيده، مدرستي تكون بعيده، اخد من ولا ما؟ قال لك خد من لان مدرسه مؤنث مبدوء بحرف متحرك. ملحوظة 25 بيقول لي بايه وني وجاز وبراء ودو وفس تعتبر مذكر وجمع في نفس الوقت. بلد وبلاد، أنف وأنوف، غاز وغازات، براء زراع وأزرع، دو زهر وأزهر، فس ابن وأبناء. حسب الفعل والصفة. بصوا يا رجالة، أدي بايه بلد، مش عرفك ما يمكن بلاد، قال لك ده فيرب اتر مصرف اهو، يبقى سو بايه هذه البلد تكون كبير، او مون بايه على حسب اللي هو جايب لك اختار منه. هذه البلاد تكون كبيره، خلي بالك دي بلاد، يبقى خد سي. فس جويه يلعب، عايز اقول ابني مثلا يلعب، بص الفعل ده مفرد يبقى خد من. فس جويه يلعبون، اخد مي، ابنائي يلعبون. لزليف التلاميذ ليس عندهم كتب، ركز، التلاميذ جمع والكتب جمع، صفات الملكية مع الجمع لير 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 لير، الأخرانية بتاعت جمع يبقى خدتها وأنا مغمض على طول، لير الأخرانية. ملحوظة 26 قايل لك كلمة فيزيك فيزياء، مؤنث تأتي بمعنى فيزياء، ده لو مؤنث تأتي بمعنى منظر أو شكل أو هيئة لو كانت مذكر. جي إم أنا أحب الفيزياء، جي إم لا فيزيك. المنظر بتاع سامي يكون سوبر رائع ولا الفيزياء؟ قال لك المنظر يبقى خد لو، يبقى خلي بالك من استخدامات الاثنين. 27 كل الساعات مؤنث، هو كم ساعة عندنا في الفرنسية؟ قال لك 3 ساعات. إيه الساعة دي؟ قال لك كلمة أورولوج ساعة وكلمة مونيتور ساعة وكلمة إير ساعة، بس أورولوج ساعة حائط، مونيتور ساعة يد، إير الساعة العادية. جبت لك مثال، هذه الساعة تكون بل جميلة، يبقى خد 6 الوسطانية. ركز في الملحوظة بتاعت كل الساعات مؤنث. لاحظ في العدد الترتيبي بريمير أول ولي مؤنث أولى، دورنيير أخير ولي مؤنث أخيرة. لا توضع بعدهم عدد، الأول والأخير لو ما يجوش بعد عدد، اللي بيجي مكان عدد أنيم. تعال نشوف، علي يكون بريمير إليف أول تلميذي، يبقى هو واحد. طب انا حبيت اقول علي يكون التلميذ رقم 21، جبت لك في مثال اهو، علي يكون لوفان، جالك عدد، طالما جاء عدد ما خدش كلمه برمير، البرمير بتيجي لوحدها بطولها وما تسندش على عدد، يبقى خد كلمه ان يم الحادي والعشرون.
وفي العدد الترتيبي طبيعي المقطع يم بياخد من اول بعد الواحد لحد ايه قبل الاخير. يبقى كلمة هتلاقي مثلا دو ادي اتنين احط لها المقطع يم، طالما حطيت المقطع يم يبقى يمشي على الترتيب، وطالما مشي على الترتيب يمشي مذكر ومشي مؤنث ما بتفرقش اهو. ما هتكون التلميذة الثالثة؟ ثلاثة اول ثالث، مشت مذكر ومشت مؤنث. تكملة الملحوظة بيقول لك لاحظ ان المقطع يم يمكن نضع قبله لو او لا او 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 الا، ينفع. طب تعالى نقول الامثلة. حسب ما بعدها، جيف زيت انا زرت ثالث متحف، المتحف الثالث قال يبقى اخد اداة معرفة لو عشان ده مذكر. انا زرت الميدان الثالث، الميدان مؤنث اخد بقى قبله لا. انا اذهب الى النادي الثالث، النادي النادي مذكر عايز الى اخد او. انا اذهب الى المحطه الثالثه، المحطه مؤنث يبقى اخد الا. طب العدد الترتيبي ولا اتغير ولا حصل له حاجه، اخر المقطع يم استنى المقطع يم زي ما هو. في 29 بعض الصفات لا تتغير في التانيث، زي سوبر رائع، سيمبا رائع، شيك، كول جميل، شتان أصهب، كستنائي، مارون بني، أورانج برتقالي. الصفات دي تمشي مذكر وتمشي مؤنث، ركز معايا. هي تكون سيمبا وهو يكون سيمبا، ما أنستهاش. منى إيه شيك؟ منى إيه شيك وعلي إيه شيك ما بتتغيرش. لافي إيه شتان؟ البنت تكون صهباء أو لونها كستنائي. لا روب الفستان يكون مارون بني، بني ما بتتغيرش لا مع المذكر ولا مع المؤنث ولا الجمع ولا المفرد. نكمل الالوان. قال لك كلمه فونسي يعني غامق، كلير يعني فاتح، مارين كحلي سيال سماوي. مالهم دول؟ اهو ياتي قبلهم صفه مفرد مذكر دائما. انا كاتب قصادهم ياتي قبلهم صفه لون دائما مفرد ايه مذكر. انا اشتريت بول كره مؤنث، لو انا حطيت ازرق بس كنت خليتها ازرق كده، بس عشان خاطر جبت جنبها كلمه كلير بقت مفرد مذكر. الجمله اللي جايه، انا اخترت مضرب فير فونسي مضرب مؤنث، فونسي غامق خلت كلمه فير ترجع مذكر تاني. إذا جاء لونين متجاورين يتم وضعهم مفرد مذكر، أنا اشتريت إن روب فستان مؤنث، بس عشان خاطر اللونين بلو جري جو ورا بعض يبقى خليتهم الاتنين مفرد مذكر. لاحظ إن كلمة إن جران بير جد. طب ما أجي أنس أقول جد، أقول إن جران، جران ما تنستش ومير. بعض الكلمات في الجمع تتغير حروفها، زي كلمة سيال سماء بقت سيو سماوات، اويل عين بقت عيو يي، ترافاي عمل بقت ترافو اعمال، مسيو سيد بقت مسيو سادة، مدام سيدة حروفها اتغيرت بقت ميدام سيدات، مادموزيل انسة بقت ميدموزيل انسات. كلمة بو وكلمة بل، ايه الفرق بينهم؟ بو جميل وبل جميل وبل جميلة، بس دي للمذكر الساكن، مذكر متحرك. جديد وجديدة، جديد للمذكر الساكن مذكر متحرك. بو جميل وجمل، بو جميل للمذكر الساكن ودي المذكر متحرك ودي للجمع المذكر. احنا قلناها نوفو جديد مذكر ساكن، نوفيل مذكر متحرك، وجمعهم نوفو جدد. بليفوار
هناك أفعال لا تصرف إلا مع ال فقط. بلوفار يعني يمطر، فلوار يعني يجب، نياجي يمطر ثلجا، يا أفار يوجد. ال تصرفش غير مع الأربع أفعال دول، غير مع ال بتاعت المفرد المذكر بس. بلوفار هتبقى إيه البلو، فلوار هتبقى إيه الفوق، نياجي هحذف الار، يا أفوار هتبقى إليا. خش على الملحوظة اللي جاي. إذا جاء فعلين في الجملة، الأول يصرف والثاني مصدر بالإضافة إليه. طب إيه كمان؟ الأربع حروف جر ده هم يأتي بعدهم الفعل في المصدر. حرف الجر معناه إلى أو في، حرف الجر دو معناه من أو عن، كلمة صوم بدون، كلمة بور معناها لكي أو لأجل، أو حرف اللاء، كل دول برضو بيجوا وراهم فعل في المصدر. ركز إن أنت ترجمت من أو عن أو أن، اللي هي كلمة دو. خش معايا الاختيارات. جيفو كونسي، أنا أنصحك، أن بالفرنسيه دو. تدوى يجب أن، مدربك، الفعل الأولاني مصرف يبقى الفعل الثاني مصدر. خدنا أوبيه، أنا أدعوكم إلى لو دونار العشاء، بريند ولا بريند ولا بروندر؟ قال لك بروندر مصدر. يبقى دول إذا جاء فعلين في الجملة، الأول يصرف والثاني مصدر، وإذا جاء بعد حروف الجر الأربعة ده هم يأتي الفعل في المصدر. طب بالنسبة للفعل ذو ضميرين، لو حبيت أحطه في المصدر، قال لك لابد من تحويل السو مع الجومي مع التيتي مع الإلسو زي ما هي، نو فو سو، لازم تتحول دي وبعد كده أجيب المصدر. فو دي في، يجب أن تتمرنوا. الفو معها فو، لابد أن أحط فو ما أحط السي. جي في مي كوشير، أنا سوف أنام، الفعل ذو ضميرين سو كوشير، أحول السو إلى مي. أنت تتنزه، يجب أن تتنزه، لابد من تحويل السو إلى تي. الفعل ذو ضميرين في الأمر. سولوفير صرفته في الأمر إزاي؟ ركز عشان ده حتت مهمة جدا بتلخبطني جدا. أدي فعل ذو ضميرين، سولوفير يعني يغسل أو يغتسل. أصرفه مع التي والنو والفو، وارجع اشيل التي والنو والفو لان الامر مع التلات افعال دول، واحذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه الاولى. قال لك بص شكله بقى عامل ازاي، لو امر مثبت تحول التي في النهايه الى طواء، حنقل النو بعد الفو، حنقل الفو بعد الفي. طب لو امر منفي، احط الشطرين بتوع النفي ده هم بين الني والبا بدون تغيير. ركز في اللي جاي. الكلمات الدالة على زمن المستقبل القريب، فتير بروش، سوسوار هذا المساء، بروشا يعني القادم أو الآتي، دون يعني خلال لو يجي وراه فترة زمنية، أبريدو مان بعد غد، بيانتو عما قريب، بليتارد فيما بعد. هو أنت قلت الزمن اسمه إيه؟ الفتير بروش، تكوينه إيه؟ تصريف فيربال لير زائد المصدر. هات لي مثال اهو، دومان غدا انا العب، غدا يبقى انا سوف العب، يبقى احط تصريف فيرب الير، الير مع الجو في اي اس. نقط، انا سوف اسافر الى الاسكندريه امس ولا اليوم ولا فيما بعد؟ قال لك فيما بعد من الكلمات الداله على زمن المستقبل. عند نفي المستقبل القريب يتم نفي فعل الير فقط. تعال نبص للجمله، جيني فا با سوغتير، انا لن اخرج، ام في فعل ايه؟ قال لك فعل الير يتنفي. عند نفي، عند وضع الفعل ذو ضميرين بعد المستقبل لابد من تحويل السو، احنا خدنا تحويل السو في كل الحالات مع الفعل ذو ضميرين طالما هجيبه مصدر. المثال اللي جايبه عندك ده هو بيقول لي جو فا مي بروموني، انا سوف اتنزه في الحديقه، التصريف الير يعني مستقبل قريب، عايز احط تحويل السو، قال لك مع الجو مي. ساعة أنا سوف أسافر، خلال ولا منذ ولا منذ؟ قال لك خلال من الكلمات الدالة على الزمن المستقبل لأن هنا تصريف الير والمصدر. أمال إيه الكلمات الدالة على أزمنة تانية؟
قال لك الكلمة الدالة على زمن الماضي الحديث بصير سنت اليابس، معناها منذ، لما يجي وراءها فترة زمنية قصيرة. جبت نفس المثال، ساعة الفياندو الريفير، فياندو الريفير تصريف زمن الماضي الحديث اللي هو كان تكوينه ايه؟ تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر. يبقى منذ ساعة اخد منذ، قال لك اليوم. يبقى ده الفرق بين كلمة دوم وكلمة اليا. دوم بيجي وراها مستقبل، اليا بيجي وراها ماضي حديث، دي بوي بتاعت مضارع معناها منذ. 38 فعل بصير ان جاء معناه يمر ياخد أتر وياخد تبعية. أي معنى غير يمر نأخذ أفوار ولا نأخذ تبعية. أيير هي بصيلة صورية تقضي السهرة، يقضي تبع أفوار يبقى خد إلى. أمس هي مرت عند منى، عند مها. هنا ما خدتش تبعية ليه؟ عشان مع أفوار. هنا خدت تبعية ليه؟ لأن هي يمر على منى يبقى خدت أتر وخدت تبعية. نفس القصة بالنسبة لفيرب سوغتير يخرج. إذا كان معناها يخرج بالفتح تاخد أتر، إذا كان معناها يخرج تاخد أفوار. بص للجملة اللي جاية، هي تخرج الكتاب، تخرج ما خدتش تبعية لأنها هتاخد أفوار. هي تخرج له صور في المساء، يبقى تخرج يبقى تاخد فيرب أتر، خدت تبعية خدت تبعية. في الحالة 40 بيقول لك في حالات الضمائر الشخصية التبعية تأتي مع أفوار. خلي بالك احنا دايما نتك على الحتة دي، بنقول ان أفوار ما بياخدش تبعية بس ممكن ياخد مع، قال لك الضمائر الشخصية اهم. الإلا أبوستروف لو كانت عايدة على مؤنث تاخد أو، اللي يقول له بس إذا كانت عايدة على جمع مذكر أو جمع مؤنث. ركز معايا في اللي جاي. مها جيلا أنا كنت أحبها، ادي أفوار ما ياخدش تبعية. قال لك لا ده هنا فيرب، هنا إلا أبوستروف يبقى تاخد تبعية أو. أصدقائي جيلي أنا رأيتهم يبقى خد فو. خدنا فو ليه؟ لأن أصدقائي جمع مذكر. طب بص المثال اللي تحت، صديقاتي أنا رأيتهن، أخد فو لنهايته أو إس. لسه مكملين التبعية مع أفوار بس في أدوات الاستفهام، كل وكل وكل وكومبياندو. كل بتاخد تبعية إس، وكل بتاخد تبعية أو، وكل بتاخد تبعية أو إس، وكل بتاخد كومبياندو بياخد تبعية إما إس إما أو إس. بس بشروط، ثلاث شروط لابد منه. أن تأتي أداة الاستفهام في بداية السؤال رقم واحد، ألا تسبق بحرف جر رقم اثنين، أن تسأل عن مفعول وليس فاعل رقم ثلاثة. تعال نقرا الجملة اللي جاية، كم من الأولاد أنت، أدي أفوار، رأيته رأيته رأيتهن رأيتهم يبقى خدنا التاني. أي فساتين دول كلك في بداية السؤال غير مسبوقين بحرف جر، أي فساتين أنت اشتريت، الفساتين جمع مؤنث أدور على حاجة فيها تبعية أو إس، قال لك الأخرانية. مسيو ده مع أفوار بس كل اللي جاي في الأول كسر التبعية. نفس المثال، أنت عندك أي فساتين، دلالات الاستفهام جت في نهاية السؤال لا تأخذ تبعية، إنها شرط إنها تأتي في بداية السؤال، يبقى من هنا أفوار لا يأخذ تبعية. لاحظ ان التبعية لا تأتي مع اسم مفعول ينتهي باس. ايه دي التبعية؟ اس، اكتب فوقها كده اهوت، التبعية اس، لا تأتي مع اسم مفعول ينتهي باس. طب بص معايا، ليصق الحقائب انا اشتريتهم، انت لسه مديني اللي يقول له اس دي لها تبعية اس. تعال نحط التبعية اس، لقيت الفيرب اللي جاي اسمه بري يأخذ، اخره اس ما حطلوش اس. كومبيان دي بنطلون، كم من البناطيل انت اخذت، برضه ما حطلهاش اس. طب لو كانت جايه فساتين كنت حطيت او اس، انما ما اخدش اللي فيها اس على الاس. 42 الفعل ذو ضميرين يوضع مع اتر، طب ترتيبه ازاي؟ قال لك فاعل تحويل السوء تصريف اتر اسم المفعول. ارجع للجمله اللي جايه دي تاني، امس هي تنام، ادي فيرب ذو ضميرين واخد تبعية ليه؟ لانه من افعال ال 14. قال لك لا، لانه فعل ذو ضميرين بيصرف مع اتر. طالما ذو ضميرين مع اتر باخد ايه ولا سي ايه؟ قال لك خد سي ايه.
امس انت ليفي، ده فعل الزو ضميرين. اخد اتر بس ولا اخد تي اي؟ اخد تي اي اللي هو تحويل السو مع التي تي وتصريف اتر. عند النفي لا يتم نفي اسم المفعول، اسم المفعول بره النفي، يبقى ني تحويل السو وتصريف اتر وبا، وبعد كده اسم المفعول. الني با كوشي، اديني طلعت اسم المفعول بره، هي سي اي. حطينا بقى ايه؟ حطينا تحويل السي وحطينا تصريف قدر. الضمائر الشخصيه بتمثل لكتير مننا عقده جدا. قال لك لو انت خدتها بالمعنى هترتاح. اللو والله واللي ابصرف واللي واس معناها حرف الهاء بمشتقاتها، تحل محل مفعول به مباشر غير مظبوط بحرف جر. اللوي واللي بتحل محل عاقل مظبوط بحرف الجر اه بمشتقاته. طب معانيهم ايه اللوي واللي؟ قال لك معانيهم اليه، فيه، عليه، به، له، عنده، والمؤنث بتاعها اليها، فيها، عليها، والجمع بتاعهم اليهم، فيهم، عليه. دخلنا على الجريك. نفس المعنى بتاعها هتلاقي ماشي بالترتيب، اليه، فيه، عليه، به، له، عنده، بس الغير العاقل او المكان المسبوق بحرف جر. اون معناها منه او عنه، ادي المعنى. بتحل محل اي كلمه مسبوقه بدو، اي دو فيهم. بتحل محل عدد زي 1000، 3000، 15، اي حاجه. بتحل محل النكره، بتحل محل الكميه، بتحل محل التجزئه. العدد والكميه والنكره لا تحذف في الاثبات وتحذف في النفي، اما التجزئه اي حاجه فيها دو تحذف نفي واثبات. هي قلنا ممكن اختارها بالمعنى مع ايه تاني؟ قال لك مع فيرب مانجي ياكل، وفيرب بوار يشرب. حته كمان على اون، قال لك ان الجريج والا اللي هي بتاعت الياء يوضع في النص اون. ليه فيروي الفواكه؟ انا اكل منها، ادي ياكل يبقى اخد اون. الكتب انا اشتريت منها 3، العدد زي ما هو هو يبقى اخد اون. المباراة أنا أشاهدها، أشاهد منها الكثير، شاهدت من المباريات الكثير، كثير من المباريات يبقى أخد أون. العصير أنا أشرب، يشرب، ها تاخد أون. أنت تتكلم عن المدرسة، أدي مكان حتى يا ربي، مكان بس مظبوط بحرف الجر أون، دو يبقى أخد أون. أنت تتكلم عن المدرسة، نعم أنا أتكلم عنها، خدنا أون. طب أنا جبت نفس المثال، أنت تذهب إلى المدرسة، قال له أذهب إليها، بتاعة الغير عاقل قال لك اجرج. أنت تحتاج إلى نقود، قال له جي أنا أحتاج منهم، أدي هنا دو بأي شكل من أشكالها أخد أون. في أفعال في الفرنسية لابد إنها تأخذ حرف جر. بارلير أه يتكلم إلى، اكتب ترجمتهم عشان ما فيش مكان. إكرير أه يكتب إلى. ريبوندر اي يضيف في. انفاير اي يرسل الى. راكونتير اي يحكي الى. دونير اي يعطي الى. سورير يبتسم، خلاص عرفنا ان في الى. يقول، يطيع، واحد من ضمن المهمين جدا، كلنا في العربي بنقول نطيعه يعني مباشر، قالك لا في الفرنسيه يطيع اليه. ديماندي يطلب. اكسبليكي يشرح. اشتي يشتري. رنتري رندر اه يرد الى. انونسي يعلن. ابورتي يحضر. سوتي يتمنى. مونتري يوضح. بريتي يعير. بروبوزي يقترح. اوفرير يعرض او يقدم. بوزير يطرح. أردني ينظم. رندر فيزيت يرد الزيارة. لاحظ، خلي بالك من الملحوظة اللي جاية دي مهمة جدا. لو أنا هقول أنا أنصح علي هقول جي كونسي آه علي، وفي الحالة ديت ممكن لو شلت آه علي أحط كلمة لوي. كونسي دو انصحك ان جي تي كونسي دو لازم يجي وراء مصدر مانجي.
علي انا انصح اليه ان يمارس رياضه. ينصح اليه ازاي؟ قال لك يا عم انت لسه كاتب لي ان كلمه ينصح بتاخد حرف جر، يبقى اخد لوي. علي انا ارد الزياره اليه، يبقى اخد لوي. علي انا ازوره، اخد لو. مدرسيه انا اطيع، اطيع اليهم، يبقى اخد لير. انا اعطي الكتب الى الاصدقاء، انا اعطي اليهم الكتب الى الاصدقاء. الكتب تاخد ال و اس، والى الاصدقاء تاخد لير بنفس الترتيب. لو لي لو لوي او لو لير، لير لو، لو لير اه لي لير. الملحوظه ده لاحظ اذا جاء حرف جر واسم يحتمل وجود ضميرين شخصيين مثل، ركز كده معايا. اما اقول لك شيء علي، انا اقضي او انا امر عند علي، لو هو شل في الاختيارات عند علي كلها بقى مكان، اخد جريج. لو ساب لي حرف الجر شيء ما اقدرش اخد جريج، يبقى اخد وراه لوي. اشمعنى لوي؟ قال لك بص يا عم، حرف الجر الثابت لا يتم حذفه، ادي ما حذفتوش اهو، ويتم التعويض بعده. هو علي كان مذكر، احط مكانه ايه؟ لوي. طب لو جت انا تبقى مواط والوي النوفو وال، دول موقعهم بعد حرف الجر والعطف. اكتب لك مثال. مها تذهب عند الطبيب، قال لك مها تذهب عنده وساب لك شال الطبيب بس، يبقى عنده لوي. جاب لك نفس المثال وشال لك عند الطبيب، يبقى مها تذهب اليه اجرك. لاحظ اللي جاي بقى. افوار بزوان دو يعني يحتاج الى، افوار انفويدو يعني يرغب فيه. انا احتاج لكتابك في كلا الحالتين، اي حاجه فيها دو بتاخد ان. ادي دو تون ليفر كتابك، وهنا اه بزوان يبقى اخد ان. الامتحان يكون سهل، انا افكر. تعال نشوف الجمله هتبقى ازاي. المفروض جو بونس انا افكر الاك زما في الامتحان. غير عاقل، غير عاقل احط جريك قبله حرف جر، ده اللي خلاني اخد جريك. شوية الحاجات اللي فوق ده هما تدو والدو لا والدي لا بصرف والدي لا تتغير في النفي إذا جاء بعدها مكان أو شخص أو آلة موسيقية مع فيرب جوية. لا تتأثر بالنفي مع فعل أتر وأفعال التفضيل، يبقى دول ما بغيرهمش إذا جاء وراهم مكان أو شخص أو آلة موسيقية مع فعل جوية. ما بغيرهمش ينجو مع فعل أتر، ما بغيرهمش ينجو مع أفعال التفضيل اللي هي أمي يحب، يعشق، يكره، يفضل. لان دول بياخدوا ادوات معرفه، ياخذون معرفه في النفي وفي الايه؟ وفي الاثبات. تعال نخش على المثال. جيني بريفير با، انا لا افضل لي فروي، فعل يفضل بتاخد ادوات معرفه، يبقى اخد ايه اللي هو اس؟ يا مسيو ده نفي، مالكش دعوه، ده ما بتاثرش من النفي. اني ايه با هو لا يكون طبيب كبير، اخد ان. لا تتاثر بالنفي. تعبير دايما بيقابلني في الاختيارات با وفي النص دو وبعد كده تو، معناه اطلاقا او على الاطلاق. بيقول لك جيني ام با، انا لا احب اطلاقا، ادي با وتو. الناس كلها ساعه ما بتلاقي نفس بتاخد دو، قال لك غلط، لازم التعبير يكون على بعضه با دو تو، اطلاقا او على الاطلاق. كلمة انكور نفيها نبلو، ما زال لم يعد. كل كان شخص ما، وكي نفيهم بيرسون ني لا أحد، أو ني بيرسون لا أحد. كلمة بيرسون بتحل محل كل كان في أي مكان في الجملة. شوية أمثلة. جي في انكور، انا ما زلت اذهب الى النادي، قال له انا لم اعد اذهب. انكور مع بلو. انت تريد التكلم الى شخص ما، انفي يلا بالعربي حتى، قال له انا لا اريد التكلم الى بيرسون.
أحد. كلمة سوفون توجور بارفوا تطفوا كلكفوا كنت، كل دول فيهم مع جامي. ممكن أن تأتي جامي بدون ني، ممكن أشيلها. تعال نخشوا كده. الفا توجور هو يذهب دائما للأقصر، تعال نفوها. الني فا شلنا كلمة توجور وحط كلمة جامي، هو لم يذهب أبدا الأقصر إلى الأقصر. كلمة كو ماذا وكسكي الأخيرة أو كسكي كسك الأخيرة أو كسكي الأخيرة إي، من غير العاقل، وكوا وكلك شو، كل دول نفيهم نريان أو ريان ني لا شيء. الحالتين الوحيدتين اللي يمكن ان ياتي بعدهم ني، قال لك بيرسون ممكن الني تيجي بعدها، وريان ممكن الني تيجي بعدها. من دخل هقول له ما حدش دخل، بيرسون وادي الني وراه. شيء ما سقط، قال له ما فيش شيء سقط، ريان والني وراه. اختم بملحوظه المقارنه، ان بلو اكثر، موان اقل، والسي مساوي، بيجي وراهم صفه، ولابد من وجود كوف الجمله. بلودو اكثر، موان اقل، وتو مساوي، بيجي وراهم اس، ولازم كو، ولازم وراهم اس. يبقى الفرق بين دول ساده كده من غير الدو بيجي وراهم صفه، دول بالدو بيجي وراهم اس. اما بلوكو اكثر اقل مساوي، بيجي وراهم اسم بس. وايه تاني؟ اذا لم نجد كو في الجمله، يبقى دول ما بيختارهمش انت الا اذا لو ما لقيتش كو في الجمله. ركز في الملحوظه 48. كو تاتي في بدايه السؤال، لا تسبق بحرف جر، هي ومين كمان؟ هي وكسك، الاثنين دول معناهم ماذا. أما أختنا كوا تأتي في بداية السؤال، لا تأتي في بداية السؤال، تأتي في الوسط والنهاية، يعني أحطها في النقط اللي في النص أو النهاية. إذا جاءت في البداية لابد أن تسبق بحرف جر. أفوار إنفايدو وأفوار بزواندو، إحنا قلنا يرغب فيه، يحتاج إلى. إذا لم نجد دو بعدهم في الإجابة يتم وضع دو في أداة الاستفهام. يعني تي أبز وان أنت تحتاج إلى، هي فين الدو؟ الدو مش موجود، يبقى لازم أختار أداة الاستفهام اللي قبلها دو. أنا ما ترجمتش لسه الجملة، أنا أحتاج لإيه لكي أكتب؟ يبقى ماذا تحتاج، من ماذا تحتاج لكي تكتب؟ خدنا دو وما خدش كوا بس، جبت الدو دي منين؟ اللي كانت بعد كلمة بزوان. الحمد لله رب العالمين. جمعت لكم شويه ملحوظات بسيطه من اللي احنا بنغلط فيها. اتمنى من ربنا ان تكون الورقه فاتكم، اتمنى ان تكون الملحوظات فادتكم. واحنا بنحل افتكر احنا قلنا ايه في الملحوظات ده، وانت ان شاء الله مش هتغلط فيها تاني نهائي. اشوفكم بخير يا رب في الفيديوهات اللي جايه، اذا كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.